شويه من وجهه نظر الشارع. اتفضل. انا عندي فرقتين، واحد بطل افريقيا وواحد وصيف بطل افريقيا. بالظبط. وعندي فرقه ثالثه وصيف كونفدراليه. والاهلي راجع من العالم ببرونزيه على حساب بالميراس بطل البرازيل وبطل امريكا الجنوبيه. وعندي مصطفى محمد مكسر الدنيا في تركيا، ومحمد صلاح مكسر الدنيا في انجلترا. والنني عامل احسن موسم ليه مع الارسنال. مش عايز اعدي على الاسماء، لكن انت لو حطيت 11، انا لو اي حد في الشارع سالته حط لي 11 اساسيين منتخب مصر، مش هيغلط. من حارس المرمى لراس الحربة هيحط 11 سوبر. بالظبط. ايا كانت الاسماء هيحط 11 سوبر. التفوق ده مش لاقي ليه مردود على مستوى النتائج. مشكله جهاز فني، وتحديدا كابتن حسام البدري، ولا كابتن حسام البدري مظلوم من وجهه نظرك، ولا الروح غايبه عن اللعيبه دي؟ يتالقوا مع انديه لكن المنتخب ما عندوش نفس الاهتمام، ما فيش نفس الروح. هم لسه يعني ما ذاكروش او ما خدوش فتره المذاكره ان هم دول لعيبه منتخب مصر كمان. انت يعني على الحاله الفرديه لكل واحد منهم يعني تعمل له تمثال. تمام. يعني نجم حقيقي. فما كانش موجود، انما ان هم متجمعين مع بعض ومعاهم جهاز فني مستقر. ويعني الحاله دي كانت موجوده عند كبر شويه. يعني كان شغال معاهم فتره طويله. أيوه. ومستقر. انما اجيري جه ما عملش حاجه. صبر جه كمان كابتن شوقي غريب مع منتخب مصر برضه يعني ما لحقش يعمل حاجه. حسام البدري لا اقدر اقول عليه عتب ولا اقدر اسامحه. يعني لا ظالم ولا مظلوم. يعني لسه ما قرناش منه منتج حقيقي. أيوة. يعني حتى لو الاربعه اهداف اللي في الشوط الاول اللي شفناهم النهارده واستمتعنا بيهم جدا وبردوا قلوبنا شويه، ده مش مقياس. يعني لا تمام. ده مش مقياس. المقياس ان انا اشوف منتج حقيقي. انا مستهدف لقب افريقيا عظيم. دي لازم يعني كان افتكرها من مانويل جوزيه، كان يقول لك انا لازم اوصل الخطاب بتاعي لذهن اللاعب بتاعي. انا عايز ايه مش السنه دي، بعد سنه واتنين. يعني حضرت معاه محاضره في اليابان في 2005 المشاركه الاولى لكاس العالم للانديه، بيلوم نفسه قدام لاعبته، قاعدين بنتعشى وهو بيلوم نفسه قدام لاعبته، انا المسؤول عن فشلكم في هذه البطوله. كانوا ايه منتخب فرقه جباره. طبعا كان فرقه جباره. انا بقول لكم دلوقتي نعمل كذا وكذا وكذا كذا للبطوله الجايه اللي هي حقق فيها البرونزيه المره الثانيه، ثاني مشاركه. فيعني يعني التواصل مع بين الجهاز الفني او المدير الفني ولاعيبته ده مهم جدا، وده كان يعني مش موجود خالص في المرحله اللي فاتت دي بالنسبه لمنتخب مصر. يعني حتى ولو على سبيل يعني من وقت للتاني يبقى في تحضيرات على السبوره، يعني أي. تجمعات نظريه. فطبعا مش واصل لعيبه منتخبنا حتى الان قد ايه هم بيحملوا مسؤوليه كبيره جدا قدام الجماهير المصريه لكره القدم، او الجماهير المصريه بصفه عامه، او دوله مصر كشعب. لان مصر عاشق لكره القدم، الشعب المصري عاشق الكرة. طبعا ده واحده من اهم مصادر فرحه المصريين. بالظبط. فيعني هي النقطه بالظبط. يعني محمد صلاح متميز ومتفوق جدا مع ليفربول، تريزيجيه كذلك، مصطفى محمد في اقل من شهرين كان نجم في الدوري التركي. صحيح. فكل ده يعني المفروض يصب في ان احنا عندنا منتخب لازم يا جماعه يبقى بنحترمه جدا ونستهدف له بطولات زي ما يعني والبطولات مش بعيده عننا. ما هو نقول الاهلي زي ما حضرتك قلت بطل افريقيا وثالث العالم. أيوة. الزمالك وصيف افريقيا. بيراميدز اللي برضه ممول قوي جدا للمنتخب ما كانش بعيد عن لقب الكونفدراليه. والثلاثه برضه يعني على اتوقع برضه ان في البطوله النسخه الحاليه ما هماش بعيد عن اللقب برضه. فبالتالي يعني لازم الحاله دي تنعكس على المنتخب. يعني كميه المحترفين اللي بره دول يعني الماظ. يعني احنا يعني النهارده شفنا بعض الملامح، استمتاع، اهداف. مش هنقول بقى حضرتك فرحت ان احنا تاهلنا لكاس افريقيا؟
كان في احنا 25 مره نتاهل كاس امم افريقيا. ده طبيعي يعني يعني مفيش حد فرح ان احنا هنا يعني. لا يعني واحد بيدرس الدكتوراه تفرح انه خد الثانويه عامه؟ لا طبعا بالظبط كده. هو هو ده اللي انا بقوله. الاهم بقى السؤال الاهم اللي حضرتك بتقول انه ماتش النهارده في اداء وفي روح وفي حاجه يعني لمحه في لمحات لكن مش مقياس في النهايه. لا مش مقياس. ايه المقياس؟ المقياس ان انا استهدف اللقب. ده اللي كنت بقول عليه.